ترك الذنب ولا معالج التوبة. ترك الذنب ولا معالج التوبة. أحمد تعال بقول لك، بس نلعب تأخرنا وما فينا على مواقع أمي. أوش قايل مرة الوقت. شباب خالفتكم السهالة، باكر بنتلاقى فما الله. السلام عليكم. تسلم على منو؟ كلهم رقود. سير تسبح وخلنا نلحق على المسلسل. أول شيء أبوي موصلنا يقول لك لازم تسلم يوم تدخل أي مكان، في حد أو ما في حد. صدقك المسلسل لا يفوتنا. دقايق قايمة. حمد يلا بسم الله حطينا السحور. عيالك وين؟ وعيتيهم؟ وعيتهم نعم، عليا وشمة قدامك، وأحمد وحمدان هذيلا سالفتهم سالفة كل يوم على هالحالة. الله يهديهم، يتسدحون عند التلفزيون في الصالة ويرقدون وعيزوني كثر ما وعي. أشوف هم صخوها من هل علينا رمضان، هذه سالفتهم إلا تصوليب في الليل ورقاد في النهار. أنا بسير لهم. أحمد حمدان. نعم نعم أبويا. يلا سحور. أنا مو بمشتهي سحور أبويا، وبنش الفير للصلاة. ما نبى سحور أبويا. أكيد ما تبون سحور، تقيلون رقود طول النهار وفي الليل تاكلون ما توقفون، وهذا رمضان يخطف عليكم ما كنا خطف عليكم رمضان. شهر واحد في السنة ما يمدينا نصوم أول يوم إلا قالوا العيد. هل أيام عظيمة بتفوتونها في الرقاد ومطالعة التلفزيونات؟ أفا عليكم يا عيالي، من باكر بتطالعون التلفزيون تطالعوا، بتلعبون شوي لعبوا، لكن أباكم تصلون كل صلاة وقتها، وكل واحد منكم يختم القرآن لو وديه. إن شاء الله أبويا. فالك طيب أبويا. ترك الذنب ولا معالج التوبة. ترك الذنب ولا معالج التوبة.